المحادثات بين رئيسين السيد عبد المجيد تبون ونظيره السيد محمد دوود الشيخ الغزواني توسعت لتشمل وفدي البلدين. وقد شارك في هذه المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية عن الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. وعن الجانب الموريتاني حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.